نحن هنا في باقة الغربية، الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل انتفضت في وجه ما يسمى صفقة القرن، وجئنا لنقول من هنا كما قال شاعرنا الكبير كأننا عشرون مستحيل في اللد والرملة والجليل، ونحن نقول كأننا عشرون مستحيل في النقب والمثلث والجليل. هذه الخطة هي خطة لتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ونحن هنا في المثلث والنقب والجليل والنقب والمدن الساحلية نقول لا لصفقة القرن، نعم لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعظمتها القدس العربية.